مرحبا متابعين إيران بالعربية، حياكم بحلقة جديدة من برنامج رحلة. رحلتنا اليوم لبازار مغطى بأقواس وقبة على بنية وهيكل قديم، بازار طهران الكبير في العاصمة طهران. هذا البازار واحد من الأسواق الرئيسية لطهران، ويعتبر الشريان الأساسي بعمليات التجارية في إيران. ويتمتع هذا البازار بحالة غريبة، فهو مزيج من الأشياء التقليدية والحديثة، ومثل ما نشوف يوفر لنا أجواء قديمة وعتيقة، ويرجع تاريخه لأربع قرون، وتم مقارنته بأسواق دمشق وبغداد. ولما تدخلون هذا البازار حتضيعون بمتاهاته ودهاليز ازدحامه، وما راح تنتهي رحلتكم بيوم واحد. هذا البازار عبارة عن مجموعة فريدة من محلات اللي تضم الملابس والذهب والمجوهرات والأحجار والجلود والسجاد والكريستالات وأجهزة منزلية، وكل هذه الأشياء موجودة بهذا البازار بتشكيلة عالية وأسعار معقولة. على الرغم من أنه هذا البازار بطابع شعبي تقليدي، لكن استحوذ على اهتمام واسع من جانب السياح العرب والأجانب.